السلام عليكم طلاب الصف السابع، اهلا وسهلا بكم في فيديو هذا اليوم. اليوم ان شاء الله راح ناخذ اول صفحتين من كتاب الاكتيفيتي بوك في اليونت 5، تحديدا راح ناخذ بيج 46 اند بيج 47. راح نحل هاي التمارين اليوم ان شاء الله. طبعا راح نمارس فيها قاعده الوحده الخامسه اللي هي كومباريتيف اند سوبرلاتيف، المقارنه المفاضله. في عنا كمان راح نشوف ايش اهم الكلمات اللي راح تمر معانا في درس اليوم، راح نكتبها هون هي ومعانيها. وكمان راح يمر معنا بعض الافعال غير المنتظمه اللي متوقع انها تكون مطلوبه منكم في الامتحانات، راح نكتبها هون ان شاء الله. وكمان في عنا تمرين الاوائل، راح نالف العديد من الجمل. هاي الجمل ماخوذه من درس اليوم، هاي الاشياء كلها باذن الله راح نعملها اليوم، فخلوكم معانا لاخر هذا الدرس. خلينا نبدا بسم الله. طيب في عنا هون مثل ما انتم شايفين الاكسرسايز نمبر 1. اكسرسايز نمبر 1 بسيط جدا، بيحكي لي ماتش. ايش يعني ماتش؟ صن. فاحنا بدنا نوصل، فعندي words، اكيد عارفين ايش معنى words، كلمات، والmeaning. الmeaning يعني المعنى. فمثلا في عندي هون famous، ايش معنى famous؟ مشهور. intelligent معناتها ذكي، elementary معناتها بديهي، pleasant معناتها محبوب، و absent-minded معناتها شارد الذهن. طيب ايش المطلوب منا الان؟ راح نقرا التعريف والمعاني واحد واحد. المعنى الاول بيحكي mind is unfocused. unfocused focus معناتها يركز، unfocused يعني مش مركز، اوكي؟ والmind اللي هو العقل، يعني العقل او الذهن مش مركز. فبالتالي هي اقرب ما تكون الى ماذا؟ ايش رايكم؟ اكيد راح تكون هي متعلقة بكلمة absent-minded، لأن absent-minded معناتها شارد الذهن. فهاي هي الطريقة لحتى نحل هذا النوع من الأسئلة. أوكي؟ خلينا نتابع. نأتي إلى 2. طبعاً على فكرة يعني هذا النوع من الأسئلة ما بتقدر تحله إلا إذا كنت فاهم الكلمات. ففي عندي هون أنا كلمة مفتاحية unfocused، مش مركز. فاحفظوا أنتوا على الأقل unfocused يعني غير مركز، مش مركز، إلها علاقة ب absent-minded. طب كويس. نأتي إلى 2. في عندي polite and easily loved. إيش معنات polite؟ هل تعرفوا؟ يعني مهذب. وloved محبوب أو يحب، وeasily بشكل سهل. فإحنا بنحكي عن شكل عن شخص مهذب وبنحب بسرعة. على فكرة هون الكلمة المفتاحية عندي هون loved. loved يعني محبوب. وفي عندي pleasant معناتها كمان محبوب. فمجرد ما انكم عارفين ايش معنات loved، هذا الشيء ممكن يكون كافي حتى تعرفوا انها متعلقه بpleasant. طبعا انا بشجع انكم تعرفوا كل معاني الكلمات هاي، لكن اذا كان كلمات كثيره عليكم ما بتقدروا تحفظوها كلها، فعلى الاقل احفظوا انها loved معناتها محبوب، وpleasant معناتها محبوب. فلابد انكم تعرفوا هذول المعنيين على الاقل. طب كويس. ناتي الان الى الجمله التاليه. known by a lot of people. known مأخوذة من know. know يعرف. known معناتها معروف. من قبل a lot of. أكيد عارفين a lot of الكثير من. من مين؟ من الناس. معروف من قبل الكثير من الناس. خلينا نأخذ known لحالها. known معروف. معروف أكيد لها علاقة famous مشهور. شخص مشهور يعني شخص معروف. فلاحظوا مرة أخرى، مجرد بأنكم تكونوا عارفين شو معنات known، خلاص بنعرف إنه الحل famous. هاي اسمها طريقة الحل باستخدام الكي words، الكلمات المفتاحية. فأنصحكم إنكم هاي الكلمات المفتاحية ما تغادروا الفيديو إلا أنتم كتبتوها على دفتر الإنجليش لحتى تحفظوها. طيب نأتي إلى الكلمة أو الجملة التالية. في عندنا هون for clever smart. clever و smart لهم نفس المعنى. clever معناتها ذكي. طيب كويس، إذا أنتم احفظوا أنها clever معناتها ذكي. وعلى فكرة intelligent أيضا معناتها شخص ذكي أو عبقري. فبالتالي راح يكون الحل عندي من 4 إلى B. إذا شو لازم تحفظوا من هون؟ إيش الكلمة المفتاحية؟ clever ذكي، لازم تحفظوها. نأتي إلى آخر جملة. easy and not complicated. ما معنى easy؟ سهل. not complicated ليس معقد.
إذا إحنا خلنا نحفظ الكلمة السهلة easy اللي معناتها سهل، هي متعلقة بكلمة elementary. elementary يعني معناتها بديهي، يعني شغلة بتفهمها على السريع، تفهمها زي ما بيحكوا على الطاير، شيء بديهي، فهو شيء سهل إنك تفهمه. أوكي؟ إذا هذا التمرين إيش استفدنا منه؟ استفدنا منه إنه ممكن نحله باستخدام الكيوردز، الكلمات المفتاحية. في عندي هون 1 2 3 4 5 خمس كلمات مفتاحية لازم تحفظوها، لازم إنكم تحفظوا معانيها إذا ما كنتوا حافظينها. فأنا بالنسبة لي هون بتصور إنه من أهم الكلمات اللي لازم تكونوا حافظينها. أوكي، وهذا مش معناته إنه ما تحفظوا الكلمات الأخرى. الكلمة الأولى عندي اللي هي كلمة clever يلي معناتها ذكي، فهاي لازم تكونوا حافظينها. أوكي، وبالإضافة لكلمة easy أنا أعتقد إنه أكثركم حافظها، بس احتياطاً easy. أوكي، فأنا هسه بدي أحط هون معناتها سهل. أوكي، طيب أوكي. نأتي الآن إلى exercise 2. خلصنا exercise 1 والحمد لله، نأتي إلى exercise 2. أنا دائماً أنصحكم إنه إحنا لما نحل تمرين ما تنقلوا مباشرة، يعني حاولوا تحلوا لحالكم بعدين إذا عجزتوا ممكن ترجعوا للفيديو. نأتي إلى exercise 2. في عندنا irregular verbs past simple، أكيد عارفين شو يعني past simple، ماضي بسيط، و verbs أفعال. فهاي الأفعال يا جماعة الخير irregular، غير منتظمة. طب شو المطلوب مني؟ في عندي هون base form، عارفين شو يعني base form؟ المجرد، الشكل المجرد للفعل. ممكن واحد يحكي أستاذ إيش يعني الشكل المجرد؟ إحنا عارفين مضارع، عارفين ماضي، إيش الشكل المجرد؟ بدي أحكي لكم باختصار، الشكل المجرد اللي هو base form هو نفس المضارع، هو نفسه المضارع، نفس الشيء. البيس فورم هو المضارع، نفس يعني خلينا نحكي تسميتين لشيء واحد. طيب ممتاز، ايش المطلوب منا يا استاذ هون؟ انه الفعل المضارع حط الماضي منه. احنا عارفين في الانجليزي عشان تخلي الفعل الماضي بتضيف له اي دي، هاي اسمها افعال منتظمه. بس في افعال ما بيزبط عليها هاي القاعده، اسمها افعال غير منتظمه، فهاي الها كل فعل لازم تحفظ ماضيه واحد واحد، ما في حد غيرها. فبنيجي على أول فعل، في عندي sit ماضيها sat. sit إيش ماضيها؟ sat. طيب هاي محلولة إيه؟ إيش معنات sit؟ معناتها يجلس، وsat معناتها جلسة. نيجي على B stand، ما معنى stand؟ stand معناتها يقف. أستاذ أول ما يفوت بحكي stand up، stand يقف. طيب ما معنى وقف؟ هاي مهمة كثير لازم نحفظها. فبنيجي احنا هنا على الأفعال، في عندي فعل مضارع يلي هو هذا الفعل الأول يلي هو stand، وهي stand. أوكي، ما الماضي منها؟ stood، وهي stood. إذن راح أكتب هنا إيش؟ stood. هاك احنا بنكون حلينا هاي المساله هون. طب شو المطلوب منكم انتوا عشان تعرفوا تحلوا هذا الامتحان دائما؟ انكم تحفظوا الكلمه وماضيها، تحفظوا الكلمه وماضيها. وبتصور انه ايش كويس كثير ان اكتب لكم هون معنى الفعل المضارع معناتها يقف، لحتى انه تستطيعوا يعني لما تحفظوه تستفيدوا منه كمان لما تكتبوا جمل. طيب ناتي الى think. ماذا عن think؟ اكيد عارف ايش معنى think. think معناتها يفكر أو يعتقد. طيب كيف أحكي الماضي؟ الماضي فكر أو اعتقد. ما معنى فكر أو اعتقد في الماضي؟ نيجي أول إشي نكتب هون think. أوكي، وهي think معناها يفكر، يفكر أو يعتقد، يفكر. طيب إيش الماضي منها؟ thought. لاحظوا الجي والإتش في وسط الكلمة من الفضها. أوكي، إذا ماضيها thought، فأنا بدي أجي هون وأكتب thought، وهي thought T-H-O-U. أوكي، thought فكرة. طب كويس لحد الآن. become ما معنى become؟ تعرفوا become معناتها يصبح، become معناتها يصبح. أوكي، وهي become. أوكي، وهي become هون معناتها يصبح. حلو كثير. الماضي منها يا أستاذ؟ الماضي منها أصبح، اللي هي became. became، فبالتالي أنا راح أكتب هنا الماضي منها اللي هو became. كويس. في ضال عندي آخر كلمة know.
ما معنى نو؟ نو مات هيعرف. أوكي الآن طيب إيش الماضي من نو؟ أكيد عارفينه أو مر عليكم نو، أو إيش نكتب الكلمة الأصلي الفعل المضارع أو الفعل البيس المجرد نو يعرف وماضيها نو عرفة. أوكي طيب تمام ماضيها نو، ممكن تلفظها نيو مثل كلمة جديد يعني اللفظين صحيحة. طيب فبالتالي نكتب هون نيو وهي نيو very nice beautiful. هسه احنا هيك بنكون شو حلينا التمرين نمبر 2، وبنفس الوقت صار في عندي هون قائمة من أفعال غير منتظمة، يعني المفروض انتوا الآن توقف الفيديو وتنقلوها على دفتر الانجليش اوكي، ولازم تحفظوا كل فعل وماضي لازم إجباري كمان معناه. طيب أوكي خلصنا الآن التمرين number 2. Let's go to the next exercise. التمرين التالي نظف الشاشة هيك. أوكي very nice. التمرين الثاني بيحكي عن the comparative. عارفين شو هو comparative؟ الدرس الماضي حكينا عنه بالتفصيل في فيديو اسمه قواعد الوحدة الخامسة. comparative يعني المقارنة. المقارنة إيش مطلوب مني؟ complete. ايش يعني complete يا استاذ؟ اكمل كويس باستخدام ال correct form of the comparative. correct يعني الشكل الصحيح، معناته لازم اغير، لازم اسير ابدل واغير في الكلمات. دائما لما تشوف كلمة correct في السؤال معناتك بدك تبدل وتغير في الكلمات. طيب عندي هون Hercule Poirot، هذا شخص is professional. professional مهني او محترف. طيب كويس ايش المطلوب مني؟ المطلوب منك باختصار هاي الصفة اللي موجودة بين قوسين، هاي صفة مش فعل professional لأنه محترف ليس فعل. طيب محترف بدي أحطها هون بشكل مقارنة. ايش يعني مقارنة؟ يعني أكثر احترافا. هاي هي المقارنة أكثر احترافا. هون في عندي rich غني، راح تصير أكثر غنى يعني أغنى. wise حكيم راح تصير أحكم يعني أكثر حكمة. famous مشهور شو راح نحطها هون؟ راح نحطها كأكثر شهرة أشهر. أنا بحاول أذكركم شو يعني comparative، شو يعني مقارنة. مشهور عادي صفة عادية، أكثر شهرة هاي مقارنة. old معناتها كبير في السن، أكبر في السن هي المقارنة. خلينا نشوف pleasant محبوب أكثر يعني محبوب أكثر معناتها إيش؟ هاي تسمى مقارنة. خلينا نشوف نشتغلهم واحدة واحدة. professional نجع professional ونكتب هون إيش المقارنة منها. أول إشي لازم أسأل نفسي، أنا قاعد بذكركم، هل professional صفة طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. كيف عرفنا يا أستاذ؟ لما تحكي professional أكثر من مقطع عدة مقاطع فهي صفة طويلة. كيف أسوي لها مقارنة؟ بحط قبليها more اللي معناتها أكثر، بعدين بحط الصفة نفسها من غير أي تعديل. professional صارت more professional. كويس؟ أوكي هيك حليناها يا أستاذ؟ نعم هيك إحنا حليناها وخلص خلصنا. طيب حلو كثير. طيب خلينا نروح الآن على التالية، الصفة التالية. في عندي rich. rich شو معنى rich؟ غني. إيش المقارنة منها؟ الكومباراتيف أغنى أو أكثر غنى. طيب هل يا ترى أحط قبليها more؟ أحكي الكل تحكي ليش يا أستاذ؟ بحكي لها لأنها هاي صفة قصيرة. تتذكروا إحنا حكينا إنه في صفات قصيرة. طب أستاذ كيف أعرف إنها صفة قصيرة؟ احكوا rich rich مقطع صوتي واحد، مش زي professional عدة مقاطع. لا rich مقطع واحد اسمها قصيرة. طب يا أستاذ كيف أسويها comparative؟ كيف أسويها صفة مقارنة؟ بسيطة كثير. rich بكتبها مثل ما هي وبحط في آخرها er. حلو كثير صح؟ سهلة وبسيطة جدا. إذن rich أصبحت richer. rich غني، richer أغنى أو أكثر غنى. طيب ممتاز. نأتي إلى wise معناتها حكيم. فأنا بدي أساوي منها مقارنة. أول سؤال بسأل نفسي، هل هي صفة قصيرة ولا طويلة؟ إذا قصيرة راح أضيف في آخرها er، إذا طويلة راح أضع قبليها more. wise لما بحكي wise مقطع واحد، فإذا صفة قصيرة. wise تصبح wiser. على فكرة أنا براجع يعني بعمل مراجعات كثير
وبمشي على مهلي وبكرر حتى اضمن انه انتم فاهمين 100%. مرات ترى على فكره الشخص بيكون مفكر حاله انه اوكي هيك كويس فهمت، بس حقيقه عمليا صعب. فأنا احل حاولوا تحلوا معي حتى تتاكدوا انكم فهمتوا اللي بحكي انا ولا لسه. فيموس مشهور، ايش المقارنه منها؟ اشهر او اكثر شهره بالانجليزي ايش رايكم؟ اكيد عرفت انها فيموس مقطعين، والمقطعين لحد الان احنا بنعتبرها صفه طويله. طبعا في تفصيل المقطعين، مرات صفه قصيره مرات طويله، بس لحد الان خلينا نعتبر انه كل مقطعين صفه طويله حتى انه نقلل التعقيد. طيب اذا مقطعين صفه طويله، كيف اعمل لها مقارنه يا استاذ؟ احنا حكينا الصفه الطويله عشان اعمل لها مقارنه، يعني comparative، لازم تحفظ comparative مقارنه، بعملها more. اوكي more بعدين بكتب famous. لازم تحفظوا انه comparative معناتها مقارنه، لانه اذا اجى في السؤال في الامتحان مثلا انه اعمل comparative بدك تشتغل عليها بطريقه معينه، اذا حكى لك اعملها superlative مفاضل بدك تشتغل عليها بطريقه معينه، فلازم تعرف انه comparative معناتها مقارنه. طيب ناتي الى old. old معناتها قديم او كبير في السن. طبعا هون بما نحكي عن شيء عن وحده اكيد معناتها كبير في السن. بدي احكي اكبر سنا مقارنه، old صفة طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. شو بتصير؟ older. older. أوكي؟ سهلة هيك كثير. ضل عندي إيش؟ صفة واحدة. pleasant. 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 آه والله مقطعين. آه صفة طويلة. بينها صفة طويلة عشان أعملها comparative مقارنة. شو بسوي؟ بحط قبلها more. ما بضيف لها ER. لا. more. بعدين بكتب الصفة pleasant. more pleasant محبوب اكثر. حلو هيك ممتاز. طيب جميل جدا. بدي اعطيك واجب انه انتم بعدين بعد ما يخلص الفيديو تشوفوا حالكم فاضيين تقراوا هاي المقاله وتحلوها بانفسكم وتحاولوا تقراوها وتفهموها انتم قدر الامكان. طيب كويس، ناتي الان الى التالي. اوكي ناتي الى التمرين 4، هذا اخر تمرين في هذا الصفحه. اوكي خليني اذكركم اذا لحد الان ما كنتم مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا الان وتفعلوا زر الجرس وتعطوا إعجاب في الفيديو، لا تأخروا لآخر الفيديو، مرات الواحد بينسى. فإذا شفتوا إنه هذا الفيديو مفيد، إذا شفتوا مفيد يا ريت تعطوا إعجاب، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وكثير راح يكون مفيد للقناة إنكم تحكوا للناس الآخرين لأصدقائكم عنها حتى الكل إن شاء الله يستفيد. طيب نيجي الآن لسوبرلاتيف. إيش يعني سوبرلاتيف يا أستاذ؟ يعني المفاضلة. فعشان هيك لازم إحنا نميز بين comparative مقارنة، انه تحكي اغنى، اكثر غنى، اكثر شهرة، اكبر في السن، هاي مقارنة. والسوبرلاتيف المفاضلة. ايش يعني مفاضلة؟ هسه راح ناخذ المفاضلة مثلا، بدل ما تحكي اصغر تحكي الاصغر، يعني الاكثر صغرا، الاكثر جمالا، الاكثر سرعة. احنا بالعربي ممكن نعبر عنها الاسرع، الاجمل، زي هيك نفسها. فهي اسمها مفاضلة. طيب ايش مطلوب منا يا استاذ؟ complete. ايش يعني complete؟ اكمل باستخدام correct form of superlative. correct form الشكل الصحيح للمفاضلة. طيب نيجي على الصفة يلي بين قوسين، بدي احطها بالفراغ مش زي ما هي، بدي اسوي عليها تعديل بحيث تصير مفاضلة. طيب يا استاذ ممكن تذكرني هيك على السريع بالمفاضلة؟ اوكي احنا قدناها بالتفصيل في قواعد الوحدة الخامسة، ممكن ترجعوا لها اذا لسه الامر مش واضح بالنسبة لكم. loyal اللي هي مخلص، بدي اسويها اكثر اخلاصا، لا اكثر اخلاصا مقارنة، بتحكي فلان اكثر اخلاصا من فلان مقارنة، ما بدي هسه مقارنة، هذا في التمرين السابق. التمرين الحالي لا، الاكثر اخلاصا، مش اكثر، الاكثر اخلاصا. طيب كيف اكتبها يا استاذ؟ هاي كيف اسويها؟ اول شيء بذكركم بشيء بسيط، انتم عارفين شو معنات ال في اللغه الانجليزيه، راح تحكوا لي ذا، بحكي لكم صحيح. اذا عشان اسوي مفاضله، عشان اعمل مفاضله لازم احكي ذا. الان loyal. loyal هل هي صفه قصيره ولا طويله؟ ممكن الناس يحكي يا استاذ حتى هون في صفه قصيره طويله. نعم اكيد. طيب هسه الان loyal مقطعين طويله، صفه ايش؟ طويله.
عشان أعمل مفاضلة صفة طويلة بحكي most. بعدين بكتب loyal. أوكي؟ ماشي الحال؟ المقارنة بحكي more loyal. المفاضلة the most loyal. إن شاء الله تكون واضحة. إذن loyal مخلص. بتصور إنها هاي الكلمة جديدة على كثير من الناس. عشان هيك راح أجي هون على الكلمات الجديدة. وبفضل إنكم تحفظوها. وراح أكتبها loyal. ما معنى loyal؟ معناها مخلص. أوكي. هيك تمام. إذا صار في عندي ثلاث كلمات تحت ذا. بآخر الفيديو إن شاء الله لازم تكون متأكدين إنكم صرتوا ناجحين كلهم. طيب. ممكن واحد يحكي ها يا أستاذ بلشت أتذكر. famous مشهور. قبل شوي لما كنا نقول مقارنة كنا نحكي more famous more famous. بس هسه سوبرلاتيف مفاضلة شو بنحكي؟ the most famous. إذن the أوكي أسوي عربي the most famous. أوكي very nice. كملناها. إذن الآن أنتوا قاعدين بتخزنوا إن المفاضلة الصفات الطويلة the most بعدين الصفة the most loyal the most famous. أوكي شو تتوقعوا إن intelligent شو راح تصبح؟ the most intelligent. بسيطة كثير صح ولا؟ فبيجي هون بكتب the most intelligent. أوكي المجال ما كفل بس مش مشكلة. أوكي أتوقع إنه واضح شو اللي كتبنا هون the most intelligent. كويس كثير ممتاز. طيب شو تتوقع بالنسبة ل logical شو السوبرلاتيف منها؟ the most logical. بسيطة كثير صح ولا؟ لاحظوا الأمور شوي شوي ترى الواحد كل ما بيحل تمرين أكثر. فعشان هيك اللي بنصحكم دائما لما تشوفوا إشي نوعا ما صعب لا تستسلم. the most the most إيش الصفة هي؟ logical the most logical. وهي logical logical. okay very nice. الحقيقة بشكر كل الناس اللي بيعلقوا في تعليقات كثير جميلة بتشجعني الصحيح. تعليقات هي أني أشكر كل واحد علق أشكره على تعليقه. طيب نأتي إلى الآن إلى pleasant محبوب. كيف أسويها superlative the most pleasant؟ وقع العديد من حكى هيك the most pleasant وهي the most وهي most pleasant. أوكي the most pleasant الأكثر يعني محبوب أكثر شيء. أوكي the most pleasant. طيب ماذا عن wise؟ إيش رأيكم؟ دربا تحكي the most wise. ممكن بعضكم حكي the most wise. ليش يا أستاذ؟ wise ها نحكي wise wise مقطع واحد قصيرة. كيف يا أستاذ؟ هاي أول صفة قصيرة تمر معنا في هذا التمرين. أوكي أول إشي راح نحط the لحد هسه طبيعي the. ما بحط the most بحط الصفة نفسها wise بخلي آخرها est الإي محطوطة لحالها بحط est صار آخرها est the wisest the wisest يعني حكيم صارت الأكثر حكمة. أوكي هذا هو يعني باختصار درس السوبرلاتيف. هيك إحنا نكون حلينا هذا التمرين باختصار. عشان أعمل مفاضلة سوبرلاتيف إذا الصفة قصيرة بحط قبليها the وبعديها est إذا قصيرة مقطع واحد. إذا طويلة أكثر من مقطع بحط قبليها the most. على فكرة the most معناتها الأكثر the most معناها الأكثر. وبتصور إنه إذا في حدا مش حافظها ضروري كثير ضروري كثير كثير إنه يحفظها the most معناتها الأكثر. أوكي وهي الأكثر حلو كثير. طيب خلصنا هيك إحنا الصفحة هاي الحمد لله. نذهب إلى الصفحة التالية. خلينا ننظف الشاشة هيك من الحلول السابقة. جميل أوكي في عندي هون لاحظوا شو في عندي هون grammar يعني قواعد. irregular verbs أفعال غير منتظمة أفعال غير منتظمة. complete يعني complete yourself يعني أكمل. طيب أوكي ماشي أكمل باستخدام irregular verbs أفعال غير منتظمة. طيب إذا أنا بتوقع إنه راح يجي عندي هون أفعال غير منتظمة وبدي أحطها في الباست في الماضي. طيب كويس كثير نيجي عليها واحدة واحدة. make يصنع إيش ماضيها؟ made محلولة؟ والله محلولة يا أستاذ خلاص. write تعرف شو معنى write؟
أوكي لازم أكتبها هون إذا مش لأنه أي واحد مش عارفها لازم يعرفها. من أهم الكلمات الحقيقة write. أوكي هاي write معناتها يكتب وهاي يكتب. كويس كثير. بدي أحكي الماضي تبعها يعني كتب. كيف أحكي كتب في الإنجليزي؟ ما بحكي writeed لأنه غير منتظم. wrote خلاص لازم تحفظه أنه write يكتب وكتب wrote هذا الماضي تبعها. حلو كثير. إذا أنا شو بعد راح أعمل هسه إن شاء الله؟ باجي هون وبكتب wrote وهي wrote. حلو؟ طيب كويس حلينا هاي يا أستاذ؟ نعم هسه حلينا لحد هون. طيب الآن نذهب إلى الفعل بعديه بي. أوكي أستاذ إحنا نتذكر من الوحدة السابقة من الوحدة الرابعة إحنا كنا نحكي أنه البي ماضيها إما was وإما were. بحكي لكم صح بس بنطلع شوفي قبليها جمع ولا مفرد؟ مفرد. Barry Mason's task مهمة الشخص اللي اسمه Barry Mason. ممكن واحد يقول لا يستاذ جمع هاي أسد الجمع ولا هاي أسد ملكية لأنه في قبليها فاصلة فوقية. أسد الجمع ما بتحتاج فاصلة فوقية قبليها هاي أسد ملكية يعني المهمة تبعت Mason. فعندي أنا مهمة واحدة مفرد. إيش الماضي من بي راح يكون؟ إيش رأيكم؟ أكيد راح يكون was وهي was. أوكي هذا إشي بيخليني أني أتأكد 100% أنكم عارفين الماضي من be لأنه حقيقة كثير بتتكرر البي في التمارين. البي معناتها يكون. أوكي ماضيها was اللي معناتها كان وكمان في were اللي معناتها كمان كانوا بالجمع. أوكي ممتاز. نأتي الآن إلى الفعل الثاني find. هل تذكروا ما معنى find؟ find معناته يجد وهي find ومعناته يجد. أوكي إيش معنات وجد؟ هل بحكي find it؟ لا لأنه غير منتظم. إيش معنات الماضي منه؟ found. طب ممكن واحد يسأل أستاذ كيف بدي أعرف أنه هذا الفعل منتظم؟ بحسوي ED عشان يصير ماضي ولا غير منتظم؟ بحكي لك الخبرة بيمر عليك زي هيك فعل خلاص find عرفت انها غير منتظم. لما تحتاجها في الماضي بتحكي found. خلاص الخبرة والحفظ بدك تحفظهم واحدة واحدة. طيب ممتاز. نأتي إلى find ونكتبها. أذكركم شو معنى find؟ يجد. إيش الماضي منها؟ found. تذكرين؟ طيب نأتي إلى sell. ما معنى sell؟ sell معناتها يبيع. طب ما معنى باع؟ باع معناها sold. sold. اوكي لاحظوا الان انه احنا شوي قاعدين بنحفظ كلمات اكثر بنزيد فيها. هي في عندي sell اللي معناتها يبيع والماضي منها sold يلي معناتها باع. اوكي هسه احنا خلصنا هذا التمرين. هذا التمرين الحمد لله انتهى. في عليك واجب بدي اعطيك اياه انه في البيت بعد ما تحضروا الفيديو وشوف حالك مرتاحين تقراوا هاي المقاله كلياتها وكل ما تقراوا جمله تحاولوا تفهموها. ممكن تستعينوا بديكشنري قاموس حتى تتذكروا الكلمات اللي ناسينها او الجديده عليكم. هاي ذا النوع من الواجبات انكم تقراوا وتترجموا تقراوا وتترجموا هو من افضل الاشياء اللي ممكن تخليكم محترفين في اللغه الانجليزيه. اوكي طيب نأتي الآن إلى التمرين التالي 2 وهو التمرين الأخير. بس خلونا أمسح الإجابات السابقة. طب كويس. التمرين الثاني إيش المطلوب منا يا أستاذ؟ نقرأ complete. إيش يعني complete؟ كثير مرت معنا أكمل. طيب ال correct form. مدام في عندي correct form الشكل الصحيح معناته الأشياء اللي عندي هون بدي أعمل عليها تعديلات. بدي أعمل عليها تعديلات. مش بس أوزعها بدي أعمل عليها تعديلات. وهي verbs أفعال. أوكي التعديل الممكن للفعل أن أسوي ماضي مش هيك أخذنا ماضي. طب كويس وهي مكتوب عندي في أنه regular في irregular يعني بعضهم منتظم عشان تخليه ماضي ED وفي irregular غير منتظم عشان تسوي ماضي لازم يكون حافظ أنت الماضي تبعه. أوكي يلا خلينا نبلش فيهم مع بعض الآن نبدأ فيهم. أوكي لكن خليني أصغر الملف حتى أستطيع أني أستعرض كامل الحل مع بعض. أوكي أتصور أنه هيك. أوكي إن شاء الله أنه هيك ممتاز.
آمل ذلك. أوكي تمام. نبدأ الآن، نبدأ بسم الله. في عندي هون أول شيء pass. pass معناتها يمرر، معناتها pass يمرر. وهاي كلمة أنا متوقع أنها جديدة على كثير ناس منكم، عشان هيك بدي أسجلها هون لحتى أنكم تنقلوها على دفتر إنجليش. يمرر، يمرر يعني بيعطي الشيء لواحد ثاني، أكيد عارفين يعني. أوكي يمرر هنا المفروض تكتب هون المعنى. أوكي never mind، مش مشكلة. طيب إذا pass يمرر. في عندي enjoy يستمتع بي، معروفة بي يكون ماضيها was أو were. read يقرأ، إيش الماضي من read؟ أخذناه read، نفس الشيء بس اللفظ مختلف. help يساعد، إيش ماضيها؟ help ed. write يكتب، إيش معنى كتبة؟ wrote، أخذناها قبل شوي. solve أتوقع هاي بجوز مش كثير ناس بيعرفها. solve معناتها يحل، هاي solve. أوكي عليها English وهاي solve. ما معنى solve؟ solve معناتها يحل وهاي يحل. كويس أوكي تمام. مثلا solve an answer يحل سؤال، solve a mystery يحل لغز. أوكي طيب تمام. شو بدنا نعمل هسه يا أستاذ؟ بدنا نوزعهم هون، بس لما نوزعهم لازم نحولهم لماضي. هذا التمرين بنحل بطريقة واحدة، إنه نقرأ ونفهم. خلينا نقرأ. محمد سالم، واحد اسمه محمد سالم. فراغ، أوكي فهمنا، في عندنا هون فراغ. طيب born، إيش يعني born؟ ولد. in Alexandria، Alexandria اللي هي مدينة الإسكندرية. مدينة الإسكندرية. in في هذا العام 1929، كل خانتين لحال 1929. طيب كويس، في عندنا واحد اسمه محمد سالم ولد في الإسكندرية، في الإسكندرية. هل بقدر أقول محمد سالم past مرر يولد؟ ما بتنفع. هل محمد سالم استمتع يولد؟ طبعا ما بتنفع. طبعا لاحظوا لما تكونوا حافظين معاني رح هيك تصيروا تفكروا فيها واحدة واحدة بشكل منطقي. محمد سالم كان قد ولد، منطقية. إذا شو بحط هون؟ was. إذا هيك أنا بشوف كون سويت، بكون استخدم فعل البي. إذا راح أستخدم هون فعل البي وراح أكتبه هون was. أوكي وهي was. ليش يا أستاذ كتبت was؟ لأنه أنا بدي أكتبه بالماضي، والماضي من بي إما was وإما were. بحكي عن محمد سالم، شخص واحد اسمه محمد سالم بستخدم الwas. ليش ما استخدمنا فعل ثاني؟ لأنه إحنا جربنا، وجربوا أنتوا كل شيء، راح تلاقوا أن was هو أكثر معنى منطقي. طيب نكمل. هي إيش معنى هي؟ هو فراغ useful. شو معنى useful؟ مفيد. and entertaining ممتع. works أعمال، أعمال مفيدة وممتعة. of literature الأدب. for children أكيد عارفين شو معنى for children، احكوا لي شو معنى for children؟ لأجل الأطفال. إذا شوفوا كيف بدي أفهمها، هو فراغ أعمال مفيدة من الأدب للأطفال. إحنا بنحكي عن أدب، الأدب يعني قصص وكذا. شو ممكن يكون سوا؟ إنه هو كتب، كتب أعمال أدبية. ما رح نحكي هو ساعد أعمال أدبية، فرح نحكي كتب. فباجي هون بحكي wrote. write ماضيها wrote. هل أنتوا مستوعبين شو اللي قاعدين نسويه؟ بنحط الفعل بس بالماضي. كيف بنجد الفعل؟ بنشوف شو هو يعني، خلينا نحكي المعنى المنطقي. طيب ممتاز، نأتي الآن ونكمل. بدي أجي أوكي، في عندي هون five heroes، خمس أطفال، أبطال، خمسة أبطال. هو ما معنى هو؟ الذين. فراغ mysteries، mysteries يعني ألغاز. خمس أبطال والذين، فراغ ألغاز. والذين إيش؟ يمرروا ألغاز، يساعد الغاز، يحل الغاز. والله هاي منطقيه، يحل الغاز. انا لاني عارف معنى solve يحل، فبعرف انها هاي منطقيه. فانتوا عشان تعرفوا تحلوا هذا النوع من الاسئله لازم تحفظوا معاني هاي الكلمات اللي انا هاي قاعد احط فيها هون عشان تحفظوها. اوكي اذا انا بدي اعمل يحل ولا حل، المطلوب مني انه احطها في الماضي. فsolve فعل منتظم اخرته ايدي. طب انت يا استاذ كيف عرفت انها منتظم؟ مرت علي وعرفت، هيها مرت عليك وانت عرفته، بس هاي هي الخبرة اللي بتخلي الواحد يعرف أكثر في اللغة. طيب
طيب أوكي. many الكثير من generation الأجيال أو العديد من الأجيال of women من النساء and men شو يعني والرجال. صار في عندي العديد من الأجيال من النساء والرجال who الذين فراغ this series as children فراغ هذه السلسلة كأطفال. إذن في عندي أجيال فراغ هذه السلسلة سلسلة القصص يعني. طيب شو سووا بسلسلة القصص هذول الأجيال؟ هذول الأجيال أوكي قرأوا بينما كانوا أطفال as children بينما كانوا أطفال. فبحكي هون read الماضي من read read. ممكن واحد يحكي أستاذ يعني أنا شايف هون نفسها هاي ما تغيرت. بحكي فيه صحيح الماضي والمضارع لريد نفس الكتابة لكن بفرق اللفظ. ريد يقرأ ريد قرأ نفس الكتابة. طيب إذا الناس اللي قرأوا هاي القصص شو عملوا؟ فراغ them to their children إلى أطفالهم مرروها يعني قرأوها وظلت عندهم لما كبروا بعدين مرروها past. فبحكي past them وهي pass يمرر past راح تصير ماضي past مرر وهي ايدي. حلو طب كويس كثير ان شاء الله انكم لحد هسه مركزين معي. طيب young readers ايش يعني young readers؟ القراء الصغار. فراغ his stories قصصه. القراء الصغار شوف منكم نحكي فضل عندي هل هم ساعدوا قصصه ولا استمتعوا بقصصه؟ اكيد enjoy. شو الماضي من enjoy؟ هي فعل منتظم enjoyed it. اوكي كويس. شو ظل عندي هون الاخير they help اوكي اوكي ممتاز. هيك احنا بنكون حلينا هذا التمرين الاخير. اذكركم المره الاخيره اشتراك في القناه تفعيل زر الجرس اعجاب وياريت تحكوا لاصدقائكم عن هاي القناه وعن هاي الفيديوهات وتشاركوا روابط هاي الفيديوهات على الواتساب أو بأي طريقة أخرى. إن شاء الله نراكم قريبا بإذن الله. الأستاذ رائد المساعد يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.